السلام عليكم. ده موقع اونلاين هتقدر تعمل عليه دايناميك ديلايت زي ما كنا بنعمل في برنامج الايكوتكت، بس ده مثل ان هو بيشتغل على مصطلحات كتيره غير دعم الويب جي ال. تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف الجريد كلار، عايز اشوف الجريد بوينت وهكذا. ممكن هنا تقول له انا عايز اضيف عنصر جديد، اهو شباك جديد. تقدر تحرك الشباك ده تخليه مثلا كده زي ما شايف، كل ما بتحرك في مكان بيبدأ الإنارة تزيد أكتر في المكان دوت بالشكل دوت. أنا تقدر تقول مثلا أشوف الحاجات النور أو 3D بالشكل ده. يعني طبعا الجزء ده بيكون منور أكتر عشان جنب الشباك. يعني في جزء مثلا كل ما يكونش وصل له نور خالص، هنا تقدر تقول له التارجت دي لايت فاكتور قد إيه، وممكن تقول له انا عايز اشوف مثلا سبريت شو ديفرنت. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز احمل الاعدادات، ممكن تقول له edit setting. طبعا بس ده لازم يكون عندك معرفة بسيطة كده بالبرمجة. هو بيقولك مثلا الروم هنا دي الابعاد بتاعتها، فممكن تغير فيها تخلي مثلا تقول له انا بدل 5000 دي انا عايزها مثلا 6000، اي رقم انت عايزه. الديبس مثلا الهاي قد ايه، طبعا لازم يكون مثلا رقم معقول تمام، ما يدخلش في قلب شبابيك يعني وهكذا. فده بيبقى ممتاز جدا ان انت تشتغل عليه وتقدر تسيف الشغل بتاعك. ده البلان بتاعي اللي هيحل عليه الإنارة. طبعا لما يكون تحت خالص بتبدأ تظهر الألوان، هنا بقى بتبدأ تطلع فوق أكتر هايلايت أنهي مستوى اللي هتبدأ تحلل عليه الشغل بتاعك. الليجنت الديزاين فاكتور بتاعك بقى قد إيه، وهنا الريفليكشن الانعكاسات تبقى عاملة إزاي كل واحدة فيهم. ده الوول سيلينج الفلور. الروم ويتس تقدر تعدلها بقى من هنا أسرع، وكذلك الوولز السمك بتاعك قد ايه. دسبلاي سيتنج سيرفيس افستي الشفافية بتاعت العناصر، ممكن تخليها شفافة او تخليها بالشكل دوت. الاوتلاين اوفستي الماتيريال اللايت